علامات بتدل إن ذكرياتك السلبية ليها تأثير على صحتك النفسية. ميرا يوسف دكتوراه مهنية صحة نفسية وإرشاد، مدرب معتمد دولي، استشاري نفسي وأسري تربوي بمنصة استشاراتي. لما تلاقي نفسك إن لما حد بيجي يمدحك بتلاقي صعوبة إنك تصدق المدح وبتخاف إن رأيه يتغير في أي وقت، أعرف إنك بتأثر سلبياً بذكريات ومواقف من الطفولة. لو لقيت إن ردود أفعالك مبالغ فيها، ممكن حاجة بسيطة تغير مودك تماماً، أعرف إن صحتك النفسية متأثرة سلبياً من مواقف في الطفولة. لو بتحس في أوقات بخنقة كتير وبتطلع في دي ترجع لك ذكريات من طفولتك أو مرحلة المراهقة، ذكريات سلبية، وتغير حالتك النفسية تماما وتتقلب لأيام حزن، أعرف إنك محتاج تعالج أثر الصدمات اللي تعرضت لها في الطفولة والمراهقة. لو لقيت نفسك إنك ما عندكش طاقة تحاول في حاجات جديدة، تتعلم حاجات جديدة، فاقد الشغف بشكل كبير لمعظم مجالات حياتك، يبقى انت محتاج تتابع مع لايف كوتش علشان تقدر تعالج أثر الصدمات. لو لقيت نفسك في كل مرة بتعيد نفس السيناريو، بتقع في نفس العلاقات، في نفس الأشخاص، بتمشي في نفس السيركل، حاول تتابع مع استشاري يحاول يعد لك تصحيح معتقداتك وأفكارك، ونزرع أفكار ومعتقدات صحية تقدر تبني بيها علاقات جديدة سوية. لو لقيت نفسك دايما بتفكر في ذكريات الماضي وبتستمتع قوي إنك تقلب على نفسك المواجع وتفكر في المواقف الحزينة وكأنك بدأت تشعر بدرجات من السعادة من الوجع والألم دوت، انت محتاج بشكل سريع تتوجه لأخصائي أو استشاري نفسي يتابع معاك ويساعدك تخرج من السيركل دي وتهتم وتعالج وتطور علشان صحتك النفسية تكون أفضل. فخليك صريح مع نفسك وابدأ ركز إن صحتك النفسية ليها أهمية كبيرة جدا زي صحتك الجسدية بالضبط، إن هي اللي تأثر عليك وعلى تفاعلاتك وسلوكك مع نفسك ومع المحيطين، ما تهملش فيها.